حدثنا وكيع حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسحاق يعني الأزرق قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال إسحاق بن المصطلق يقول ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة.